سياستنا الخارجية، و يعني أعتقد كلها واضحة بالنسبة لك. إحنا عندنا مبادئ، ودائما نحاول بين المبادئ والمصالح أيضا هناك خط يجب أن نحافظ عليه، ولكن هناك مبادئ الواحد ما يتخلى عنها، فأصبح هذا خطنا واضح بالنسبة للجميع. نقوم في دور كل ما طلب منا من أصدقاء ولا من أشقاء، نقوم في دور. إحنا الآن يعني شغلنا قضية فلسطين واللي قاعد يحدث في قضية فلسطين، هذه قضية مبدأ، يعني ما فيها صح وخطأ والنقاش، هذه قضية مبدأ، قضية يعني مواقف، قضية شرف، قضية مرجلة، فإن الواحد يقف مع المظلومين. فإحنا طبعا دورنا إحنا دائما نصرح عنها، نعم يعني صادقين في هذا الشيء، إحنا دعاة سلام ونريد سلام، ولكن في خط أيضا يجب أن الواحد ما يتعدى، هو قتل وتهجير الفلسطيني، هذا بالنسبة لنا غير مقبول. قد ما نقدر نعمل اللي باستطاعتنا، فهذا طبعا بالنسبة أيضا مساعدة الناس في سواء دول شقيقة ولا دول صديقة ولا دول ربما ما تربطنا علاقة معها، ولكن كل ما كانت كوارث هناك أنا أعتقد هذا واجبنا الإنساني والديني أيضا بالوقوف مع الناس اللي محتاجين.